ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to يعني Institute. This is teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشفاف. How are you? Hope you are great. أشفاف, this is your course plan إن شاء الله for this month. إن شاء الله we are going to continue our revision of جزء عام. إن شاء الله and we will start memorization of سورة الإنسان. I'm going to read سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جزاكم الله خيرا شفاء. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.